مجموعتنا كانت قويه جدا يعني، احنا قابلنا الاتحاد، قابلنا سموحه، قابلنا سبورتنج، الحمد لله فزنا على الفرقه دي كلها. يمكن المنافس اللي هو هنلعبه لو النهائي ان شاء الله لو الجزيره يعني تقريبا ما قابلش غير الزمالك اللي كان في سكته يعني. فالحمد لله انا حضرت الماتش اللي فات والولاد كانوا على مستوى على قد المسؤوليه وقدوا مباراه يعني عالي المستوى وكانوا قد المسؤوليه. كان طارق خيري واضح انهم حفظهم فرقه السبورت كويس قوي، ورغم برضه احنا عندنا مشاكل في الاصابات، مشاكل جدا يعني. طارق انا من لسه راجع من اصابه، ومود الجرحي، جمال، ابو النصر، وراه برضه لسه برضه في اصابات ما تمنتش اللي هو فتحي ومهند، فالموجودين طبعا البركه فيهم ان شاء الله ربنا يوفقهم ويكون ماتش كويس، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل المجهود اللي عملناه، لانه عملنا مجهود جامد قوي السنه دي، وان شاء الله يعني خير باذن الله ونفوز بالبطوله باذن الله. الدوري المرتبط السنه دي قوي جدا جدا جدا، وبالذات لما تحول شكل المنافسه من دوري لكاس بمعنى خروج المغلوب، يعني ما فيش مجال للتعويض، ودي صعوبه البطوله عامه بشكل عام. سكتنا لحد النهائي مع الجزيره ان شاء الله كان سموحه دور الثمانيه، سبورتنج سيمي فاينال. الفرقتين دول صعوبه الموضوع بالنسبه لهم ان هم عندهم فرقتين مرتبط كويسين جدا، ويعني هي دي صعوبه الموضوع، ان انت يعني على الاقل لازم تكسب جيم من الكبار، فهي دي صعوبه الدوري المرتبط. يعني حتى مثلا فرقه الجزيره في النهائي ممكن ان انت تبقى نوعا ما فرقه المرتبط بتاعتك احسن شويه ممكن، انما هم على المستوى الفريق الاول فريق قوي جدا وبطل دوري، فهي صعوبه فكره الدوري المرتبط السنه دي مخلي الموضوع اصعب، غير ان انت من الاول انت بتلعب ماتش وممكن تكسب او ممكن تخسر، وبالتالي الفرق اللي بتنافس على الدوري المرتبط وصلت في الاخر لفرقتين بس اللي هو النهائي زي الكاس بالظبط. فان شاء الله احنا والجزيره نلعب النهائي باذن الله، السؤالين هيلعبوا قبلينا، مكسب الصغيرين هيدينا دفعه ان شاء الله ان احنا نكسب، ونتمنى ان احنا يعني نكسب بطوله باذن الله. اي بطوله نخشها سواء مرتبط او كاس او دوري عام، احنا نخش بهدف واحد ان احنا ربنا يكرمنا ونحاول نكسب البطوله. وطبعا البطوله دي كان ملهاش زمان كده، كانت مش من احد البطولات المهمه يعني، كانت مرتبط كده على اساس ان انت بتعلي 16 سنه او بتدخلهم جوه الاجواء يعني. دلوقتي لا، تحسب بطوله طبعا، واحنا ابطالها وحامل لقب واخدينها السنه اللي فاتت، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا السنه دي ويا مسهل يا رب. منافسه الدوري المرتبط اعتقد ان هي السنه دي مختلفه شويه عن كل سنه. كان الاول النتائج الصغيرين بتفرق شويه عن الكبار، بس اعتقد ان دلوقتي النتائج حتى بتاعت الصغيرين ما يعني بتفرق طبعا، ان هي بتساعد فرقه الكبار، بس برضو بيبقى مطلوب من الفرق الكبيره ان هي تقدر تكسب يعني. فاعتقد ان هي السنه دي اصعب شويه من السنين اللي فاتت. الدوري المرتبط بشكل مختلف السنه دي، يمكن معمول زي بنظام كاس بموجتين ضد فريقين كبار وموجتين الاثنين مرتبط تحت 16 سنه. يمكن الحمد لله ربنا كرمنا في كل ماتشات، الحمد لله ان احنا نقدر نوصل للفاينل ان شاء الله يوم الجمعه مع الجزيره، وان شاء الله نقدم مباراه كويسه وان شاء الله نفوز بالبطوله ان شاء الله.